مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي تدور شمال مدينة المخا بعد توقف دام لأشهر. تقدم ملحوظ حققه الجيش الوطني وتمكن من قطع خط الإمداد الرئيسي بين الحديدة وتعز، كما حرر عددا من المناطق والقرى أهمها قرية الهامل والسلطنة والشويلة والسواهرة. كما ترون الآن نحن رجال موجودين من أبناء تهامة بكثر، وما زال استقبال موجود لأبناء تهامة، وإن شاء الله بإذن الله سندحرهم وسنحرر أرضنا وبلادنا وسيعود السلم عامة في تهامة. خسائر كبيرة يتلقاها الانقلابيون في جبهة الساحل الغربي شمال المخا منذ بدء المواجهات، حيث ذكرت مصادر ميدانية في المقاومة أن عشرات القتلى سقطوا في صفوف الميليشيا خلال الأيام القليلة الماضية. المعركة العسكرية التي تأتي ضمن عملية السهم الذهبي تشارك فيها قوات كبيرة مدربة من الجيش الوطني والمقاومة وبمساندة من طيران التحالف العربي، الذي كثف من ضرباته على مواقع وتعزيزات الميليشيا مضطرها للتراجع والانسحاب من المناطق والقرى التي كانت تسيطر عليها.